السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلاب الأعزاء، طلاب مدارس هبة الله في مادة التربية الإسلامية الصف السادس الفصل الثاني الدرس 19 بعنوان حديث الشريف المؤمن أمره كله خير. طلاب الأحباء، بإذن الله تعالى اليوم رح نتعرف على حديث شريف وهو بعنوان المؤمن أمره كله خير. هذا الحديث الشريف مطلوب مني أفهمه ومطلوب مني أحفظ هذا الحديث بإذن الله تعالى. بداية طلاب الأحباء، إحنا كمؤمنين، المؤمن دائما يرضى بما قسم الله تعالى له، المؤمن دائما يرضى بحكم الله تعالى. المؤمن كل ما يصيب المؤمن سواء مرض سواء نعمة سواء نجاح سواء يعني جائزة يحصل عليها، أمر خير يحصل له، كله خير. المؤمن هذا معنى المؤمن كل أمره خير. أكيد الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ليرفع قدره، فالله تعالى عندما يبتلينا ونصبر على هذا الابتلاء لنا أجر عظيم من الله تعالى. أيضا إذا نعمنا الله سبحانه وتعالى، إذا أكرمنا الله تعالى بنعمة، يجب علينا أن نشكر الله تعالى إن أصابتنا نعمة، فالنعمة هذه من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إن أصابته سراء يشكر الله تعالى شكر، وإن أصابته ضراء صبر صبر واحتسب عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم كل أمره خير، أي أن الله تعالى سواء أراد بنا الخير أو أصابتنا مصيبة، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع قدرنا بإذن الله تعالى. فالمسلم يحمد الله تعالى ويرضى بما قسم الله تعالى له من خير أو شر. نص الحديث طلاب الأحباء، هذا الحديث الشريف عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل صهيب الرومي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام لحسن حال المؤمن. فأمر المؤمن كله خير سواء أصابته سراء أو أصابته ضراء، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع قدر المؤمن بابتلائه. والله سبحانه وتعالى عندما يصيب هذا الإنسان بنعمة فيجب على المؤمن أن يشكر الله تعالى، ففي كلتا الحالتين خير لهذا المؤمن، الله يبتليه ليرفع قدره، والله سبحانه وتعالى ينعم هذا الإنسان ويعطيه الخير الكثير حتى يشكر الله تعالى. طلاب الأحباء، ننتقل الآن إلى المفردات والتراكيب الواردة في الحديث الشريف. الآن نقول سراء تعني ما يفرح الإنسان ويسر به، أي شيء يفرح الإنسان هو يسمى بالسراء. إذن السراء ما يفرح الإنسان وما يفرح الإنسان ويسر به. ما معنى ضراء؟ طبعا سراء عكس ضراء، ضد كلمة سراء ضراء. سراء ما يفرح الإنسان، ضراء ما يحزن الإنسان من المصائب والشدائد، مثل مرض، ابتلاء معين، رسوب مثلا في امتحان، إخفاق في الامتحان، مرض، موت عزيز لا سمح الله، فهذه تعتبر كلها من المصائب والشدائد التي تضر بالإنسان وتحزن الإنسان. السراء كل ما يفرح الإنسان، مثل نجاحك في الامتحان، تفوقك، حصول خبر أو سماع خبر مفرح، فهذه تسمى سراء. سراء ضد كلمة ضراء. لننتقل الآن طلاب الأحباء إلى التعريف براوي الحديث. من هو راوي حديث المؤمن أمره كله خير؟ من هو هذا الراوي؟ من هو هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بداية صهيب الرومي، طبعا هو صحابي جليل، صحابي يعني من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام، كان من السابقين إلى الإسلام.
كلمة من السابقين إلى الإسلام تعني أي أسلم في بداية الدعوة، عذب بسبب إسلامه فصبر، لقي عذاب شديد بسبب إسلامه، الآن تحمل هذا العذاب الشديد من ذويه لأنه أسلم، فتنازل عن جميع أمواله، ضحى بكل أمواله يا سادس، ضحى بكل أمواله لقريش من أجل السماح له بالهجرة إلى المدينة المنورة. عندما أراد الهجرة إلى التوجه إلى المدينة المنورة بعد إذن النبي عليه الصلاة والسلام، الآن التقى به المشركون فأخذوا أمواله منه، طلبوا منه أن يأخذوا أمواله، فأعطاهم، تنازل عن أمواله، أعطاهم كل ما يملك من المال مقابل أن يسمحوا له بالهجرة وخروج الخروج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فلما سمحوا له ووصل إلى المدينة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا بعد ما وصل للمدينة المنورة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى. إذا من الصحابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال فيه النبي ربح البيع أبا يحيى؟ الصحابي هو صهيب الرومي، صهيب الرومي. والآن قال سبب القول له بربح البيع أبا يحيى لأنه ضحى بالمال، تنازل عن جميع ماله لقريش حتى يسمح له بالهجرة. إذا هو اشترى الآخرة بالدنيا، هو تنازل عن المال من أجل إعلاء كلمة التوحيد من أجل الدين، فقال لذلك النبي له ربح البيع أبا يحيى، إذن كان ملقب بأبا يحيى. توفي في سنة 38 للهجرة ودفن في البقيع، طبعا منطقة البقيع هي منطقة في المدينة المنورة دفن فيها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. هذه المعلومات مهمة طلاب الأحباء. طلاب الأعزاء، الآن هذا الحديث الشريف اشتمل على معان وعلى أمور عدة مهمة في حياة المسلم. فالمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المؤمن أمره كل خير، كل ما يصيب الإنسان من سراء ومن ضراء هي فيها خير للمؤمن. إذن المؤمن كل أمره له خير، أي كل ما يحدث مع الإنسان من أمر سار أو أمر ضار في الظاهر، فهناك خلف كل محنة منحة، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلانا بشيء من المرض أو من التعب أو من الضيق أو من فقد عزيز، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا الثواب الكثير نتيجة صبرنا على هذا الابتلاء. أيضا المؤمن إذا أصابته سراء لماذا يجب عليه؟ يجب أن يشكر الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يثيبنا بالشكر على هذه النعم بمزيد من هذه النعم، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن بالشكر تدوم النعم، والمسلم يثيبه الله سبحانه وتعالى بالصبر على الشدائد بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فالمسلم عندما يبتليه الله سبحانه وتعالى يجب أن يحمد الله تعالى، يقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في السراء وفي الضراء دائما نحمد الله تعالى، لأن الله تعالى إن أراد بنا الضراء فقد أراد أن يرفع قدرنا وأن يرفع أجرنا عنده سبحانه وتعالى. وإن نعمنا الله سبحانه وتعالى وسمعنا أخبار مفرحة وحدث معنا أخبار سارة أو حدث لنا أحداث اللي تسر القلب تسر الخاطر بإذن الله تعالى، نشكر الله تعالى حتى يزيدنا الله تعالى من هذه النعم، لأن كما قلنا في الشكر تدوم النعم. إذن هذه موضوعات أو ما تضمنه الحديث الشريف: المؤمن أمره كله خير، يشكر الله تعالى إن حدثت له سراء أو نعم لأن النعم تدوم بالشكر الله تعالى، والمسلم أيضا إذا حدث له ابتلاء أو مرض أو فقدان عزيز يصبر ويتحمل ويحمد الله سبحانه وتعالى حتى يثيبه الله تعالى الثواب والأجر العظيم. طلاب الأحباء، الآن قلنا الشكر يكون لله تعالى على نعمه، كيف يكون هذا الشكر؟ كيف أنا حدثت لي نعم كثيرة من الله تعالى، ورزقت بمولود، رزق يعني كان لي شخص مريض ثم شفاه الله سبحانه وتعالى، هذه نعم، كيف أشكر الله تعالى على هذه النعم؟ كيف يكون شكر الله تعالى على النعم يا ترى؟ الشكر معناه أن أثني على الله تعالى، أعترف له أنه هو المنعم. إذا أشكر الله سبحانه وتعالى أي أدعو الله، أشكر الله، أثني على الله تعالى. كيف أثني على الله؟ يعني أقول الحمد لله، أمدح الله تعالى، أثني على الله، أقول الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرزاق الكريم، الحمد لله
الذي أعطاني، الحمد لله الذي بارك لي. إذا معنى أن أثني، معنى الشكر أي أثني على الله تعالى، أعترف له يا رب اللهم لك الحمد على هذه النعم، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. إذا أنا بهذا الدعاء أثنيت على الله تعالى، مدحت الله تعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن مديحنا، لكن هذا كنوع من الاعتراف لنا بنعم الله تعالى علينا. بالشكر تدوم النعم. ما هو أثر شكر الله تعالى؟ كما قلنا ازدياد حبي له وفرحتي بنعمه. أثر شكر الله تعالى يزداد حبي لله تعالى، لما أشكر الله تعالى يزيد حبي لله تعالى وفرحتي بنعمه علي. الآن يدفعني حبي لله تعالى إلى عدة أمور. ما هي الأمور التي يدفعني حبي لله تعالى إليها؟ يدفعني طلاب الأحباء حبي لله تعالى أن أشكره. أنا أحب الله تعالى وأعبر لله تعالى عن حبي بشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر يكون بلساني. كيف يكون الشكر؟ طبعا يكون باللسان، وذلك بقول الحمد لله والشكر لله. إذا الشكر لله تعالى يكون باللسان وبالجوارح. إذا شكر الله كيف يكون يا سادس؟ يكون بالشكر باللسان والشكر بالجوارح. كيف أعبر لله تعالى عن شكري؟ بلساني، بأن أثني على الله تعالى، أقول الحمد لله، الشكر لله، اللهم لك الحمد كما قلنا سابقا. كيف أشكر الله تعالى بجوارحي؟ وذلك جوارحي يعني الجوارح اللي هي الحواس، الحواس التي رزقني الله سبحانه وتعالى بها. كيف أشكر الله تعالى بجوارحي، بأعضاء جسمي، بطاعة الله، بتجنب نواهيه، بالتزامه. نفتح إيدي أقل شيء، أني أفتح يدي وأحمد الله تعالى، أصلي ركعتين مثلا حمدا وشكرا لله تعالى، أتصدق على الفقراء والمحتاجين، أسجد لله تعالى. هذه الأعمال تدل على شكري لله تعالى بجوارحي، يعني سواء بلساني أو بجوارحي يعني بأعضاء جسمي. أشكر الله، أتصدق على المحتاجين، على الفقراء، أسجد لله سجود الشكر، سجود الشكر، أنزل وأسجد لله تعالى على موضع السجود الآن. ولا يشترط في طلاب الأحباء في سجود الشكر استقبال القبلة. ممكن إنسان يسمع خبر مفرح وما بيعرف اتجاه القبلة في هذا المكان، فيعبر لله تعالى عن شكره بسجود الشكر، يسجد لله تعالى فيسبح الله تعالى ويثني على الله تعالى. إذا هكذا نكون قد شكرنا الله. كيف يكون الشكر؟ باللسان وبالجوارح. إذا يدفعني حبي طلاب الأحباء إلى حب لله تعالى، إلى أن أشكر الله بلساني وبجوارحي. وتعرفنا كيف نشكر الله تعالى بلساننا، قلنا بالثناء على الله وكثرة القول من الحمد لله والشكر لله. بالجوارح وذلك تكون بطاعة الله وتجنب نواهي. مجرد أني أبتعد عما نهاني الله سبحانه وتعالى عنه، أكون بذلك قد شكرت الله بجوارحي. نحفظ هذه الأمثلة لطلاب الأحباء، الله يفتح عليكم. ننتقل لموضوع آخر. طلاب الأحباء، الآن في عندي نشاط صفحة 69. النشاط مطلوب مني أنا أكتب دعاء الصباح الذي أحمد فيه الله تعالى على استيقاظي من نومي. الآن ما هو الدعاء الذي أقوله عندما أستيقظ فيه حمد لله تعالى؟ نقول الدعاء: أصبحنا وأصبح الملك لمن؟ لله. إذا نقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. إذا أنا شكرت حمدت الله تعالى أنه رب العالمين أعطاني من العمر المديد حتى أستيقظ وأحمد الله تعالى وأعبد الله تعالى. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. إذا أحمد الله تعالى، فيه صيغة من الحمد لله تعالى، وهو على كل شيء قدير. الله قادر على كل شيء. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا الدعاء من، طبعا هناك أدعية كثيرة تعتبر من أدعية الصباح التي نحمد الله تعالى فيها على نعمه. نحمد الله تعالى أن أعطانا عمر مديد أيضا لنستغل هذا العمر وهذا اليوم الجديد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نستعيذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. وهذه الأمور التي يجب علينا أن نحافظ عليها من الأذكار التي يجب أن نحافظ عليها، ففيها نوع كبير من الشكر الله تعالى على نعمه العظيمة التي لا حدود لها.
طلاب الأحباء نشاط أتلو وأتدبر صفحة 70. الآن هذا النشاط في صفحة 70 يطلب مني السؤال، أو هذا النشاط يطلب مني ويقول قولي أتدبر أتلو وأتدبر، مطلوب مني أن أتلو الآية الكريمة الموجودة أمامي الآن وأتدبر هذه الآية وأستنتج منها جزاء من يشكر الله تعالى سبحانه وتعالى على نعمه. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه الآية الكريمة، ما الجزاء أو ما جزاء من يشكر الله تعالى على نعمه في هذه الآية؟ لئن شكرتم، يأتي الجواب في نفس الآية. طلاب الأحباء، الآن لو لاحظنا، لو نظرنا إلى هذه الآية الكريمة، فالله تعالى يقول لئن شكرتم، يأتي الجواب في نفس الآية، الجزاء، لأزيدنكم. إذا ما هي نتيجة الشكر لشكر الله تعالى على نعمه؟ لأزيدنكم، أي الزيادة من الكثير من النعم. إذا يزيدنا الله سبحانه وتعالى من النعم ويبارك لنا في أرزاقنا. إذا ما جزاء من يشكر الله تعالى سبحانه وتعالى؟ زيادة البركة والرزق للإنسان. إذا لئن شكرتم لأزيدنكم، إذا نتيجة الشكر شكر الله على النعم الزيادة من هذه النعم ومن الرزق والبركة للإنسان من الله تعالى. أحسنتم طلابي الأحباء. كيف يكون الصبر طلابي الأحباء عند المصائب والشدائد؟ كيف أصبر؟ قد يموت الإنسان قريب، قد يبتلى الإنسان بمرض معين، كيف أصبر على هذه الشدائد؟ كيف أصبر؟ يكون طلابي الأحباء الصبر عند المصائب به بما يأتي: أتحمل المشاق والأذى الذي يصيبني. أنا إنسان مسلم، أصبر، أتحمل الأذى في سبيل الله تعالى. ابتليت بمرض معين، ماذا أفعل؟ يجب علي أن أتحمل المشاق، أتحمل الألم، لكن هذا لا يعني ولا يمنع أن أتداوى، أن أذهب إلى الطبيب. إذا أذهب إلى الطبيب إذا أصبت بمرض معين، أذهب إلى الطبيب ويصف لي الطبيب الدواء المناسب، فآخذ هذا الدواء وأصبر على تحمل الأذى مع تناولي للدواء. إذا أتحمل المشاق والأذى الذي يصيبني مع الرضا بقدر الله تعالى. إذا أرضى، أقول الحمد لله، أنا مريض الحمد لله، أنا أصبت مثلا بأي مرض معين أقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال. أصبر وأتحمل وأرضى بما قدر الله تعالى لي، وألجأ إلى الله بالدعاء. لماذا ألجأ إلى الله بالدعاء؟ أنا مرضت الآن، يجب علي أن أذهب إلى الطبيب. أول شيء أحمد الله، أقول الحمد لله على هذا الابتلاء، وأصبر وأذهب إلى الطبيب، يكتب لي على سبيل المثال الدواء، فأتناول الدواء وأطلب من الله أن يشافيني وأن يعافيني. لماذا أطلب من الله؟ لأنه وحده من يفرج الكرب. لماذا ألجأ إلى الله تعالى؟ نقول لأنه وحده من يفرج الكرب. من الذي قادر أن يشافيني؟ هل الطبيب الذي يشافيني؟ لا. هل الدواء الذي يشافيني؟ لا. الله وحده هو رب الداء والدواء. فالمسلم إذا أيضا ابتلي بموت قريب أو عزيز له أو عزيز على قلبه أو أحد من أفراد أسرته، يصبر ويتحمل ولا ينطق بالكفر، حاشا لله. كأن يقول الإنسان مثلا: لماذا يا رب أنا ابتليتني من دون هؤلاء البشر؟ لماذا يا رب والدتي التي فقدتها أنا من دون هؤلاء الناس؟ لا، يجب عليه أن لا يعترض على حكم الله تعالى، ولكن يقول الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل، أحمد الله. لماذا أحمد الله؟ حتى يرضى الله تعالى عني ويرفع قدري ويثيبني على هذا الابتلاء. فإذا صبرت على هذا الابتلاء يرفع الله سبحانه وتعالى قدري ويزيد من حسناتي، فالله تعالى يرضى عني ويفرج كربي بإذن الله تعالى. إذا يجب على المسلم أن يتحمل كما قلنا المشاق، يتحمل المرض والأذى يتحمله، ويرضى بما قدر الله تعالى له ويلجأ إلى الله. كيف يكون اللجوء؟ بالدعاء. أطلب من الله أن يفرج الكرب، أطلب من الله إذا مات لي عزيز، أطلب من الله أن يلهمني الصبر. إذا أتمسك، إذا هون عندي صورة جميلة، كيف لا أتمسك بالصبر؟ والله يحب الصابرين، ليه ما نصبر؟ الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، إن الله يحب الصابرين إذا صبروا.
إذا يجب علينا أن نصبر ونتحمل المشاق والأذى في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى، ونلجأ إلى الله أيضا بالدعاء، لأنه هو من يفرج الكرب عنا. فنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلنعود إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه الرحمة والمغفرة ورفع البلاء عنا بإذن الله تعالى. طلاب الأحباء، نشاط أتلو وأتدبر صفحة 70. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ما القول الذي يردده من حصلت له مصيبة أو فقد قريب؟ ماذا يقول الإنسان في هذه الحالة؟ طلاب الأحباء، ماذا يقول الإنسان في هذه الحالة؟ ورد في الآية الكريمة أمامنا العبارة التي يقولها الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسنتم طلاب الأعزاء. إذا يردد المسلم عندما يحدث له مصيبة من فقد عزيز أو مصيبة معينة أو ابتلاء معين، يقول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي يعترف أننا عائدون إلى الله، راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، رادون إلى الله سبحانه وتعالى. فهو من يرأف بنا ومن يتلطف بأحوالنا ويخفف عنا مصابنا بإذن الله تعالى. أحباء، من الأمثلة على الصبر قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدثت معه المصائب. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام طلاب الأحباء لم يكن معصوما من المصائب، لم يكن من محميا من المصائب، فقد مرت به مصائب كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فسطر لنا مثالا في الصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام من الأمثلة على الصبر النبي عليه الصلاة والسلام على المصائب والشدائد، أنه فقد أبناءه، أبناء طبعا الثلاثة اللي هم القاسم وعبد الله وإبراهيم، ماتوا أبناء النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذكور، لم يعش له أبناء من الذكور النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا جميع أبناءه وبناته توفاهم الله سبحانه وتعالى في حياته ما عدا السيدة فاطمة. يعني أبناءه طبعا بنات النبي عليه الصلاة والسلام أربعة من البنات: فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم والقاسم وعبد الله وإبراهيم، سبعة من الأبناء. الآن ستة منهم فقدهم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. يعني تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام تألم سبع مرات على أبنائه، مع ذلك صبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان نبي لكنه لاقى من المصائب والشدائد الكثير الكثير، ولكنه كان منه أنه صبر وتحمل الأذى. وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات إبراهيم ابنه الصغير أصغر أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى عندما فقد أبناءه، فقد احتسب وصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. طلاب الأحباء، هيك بنكون أنهينا درسنا. رح ننتقل الآن لمناقشة أختبر معلوماتي صفحة 72. السؤال الأول يقول: أكمل العبارات أو العبارة الآتية: ترك صهيب الرومي ماله لقريش على أن يسمحوا له بالهجرة، فسمحوا له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لصهيب الرومي؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: ربح البيع أبا يحيى. إذا نحفظ هذا القول. وفي من قيل: ومن المقصود بأبا يحيى؟ هو صهيب الرومي رضي الله عنه عندما ترك أمواله أو أعطى أمواله لقريش، تنازل عن أمواله مقابل السماح له بالهجرة إلى المدينة المنورة. السؤال الثاني: تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من أمر المؤمن لأنه كله خير، وضح ذلك. الإجابة هي: في الحالين هو على خير، المؤمن عند الله تعالى إن أصابته نعمة يشكر الله، وإن أصابته كيف يكون حاله؟ إن أصابته مصيبة يصبر بقضاء ربه فيكون له أجر بسبب هذه المصيبة. إذن هكذا يكون صبر المسلم، يصبر على الأذى ويتحمل ويطلب الأجر من الله تعالى، وإن أصابته نعمة يشكر الله تعالى. أختبر معلوماتي الصفحة
72. الآن خلينا ننتقل للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: أبين رأيي في كل موقف مما يأتي. ألف: نجحت فاطمة في الامتحان فقالت الحمد لله على نعمة النجاح. قالت الحمد لله على نعمة النجاح. ما رأيكم في هذا التصرف؟ نقول فعل صحيح لأنها شكرت الله. ب: لطمت امرأة وجهها عندما سمعت خبر وفاة زوجها. هذا ما رأيكم في هذا التصرف؟ طبعا لطمت امرأة أي ضربت وجهها، وفي ذلك اعتراض منهي عن هذا التصرف، فهو اعتراض على حكم الله تعالى. ما رأيكم بهذا التصرف؟ هو فعل خاطئ بل ومحرم أيضا. جيم: أصيب رجل بمرض فجزع ولم يصبر. أصيب هذا الرجل بمرض معين فجزع، جزع يعني اعترض على حكم الله تعالى، ولم يصبر تضجر، يعني كأنه قال لماذا يا رب، اعترض على حكم الله تعالى. ما رأيكم بهذا الموقف أو هذا التصرف؟ هو فعل خاطئ أيضا ومحرم، يجب على المسلم ألا يجزع وأن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له من خير أو شر أو ضراء، سراء أو ضراء. دال: زرع محمود أرضه فأنتجت ناتجا وفيرا فخرج أو فأخرج زكاة الثمر. ما رأيكم عندما أخرج زكاة الثمر؟ طبعا هو شكر الله تعالى بإخراجه للزكاة الثمر على هذا الزرع، فعل صحيح وأيضا يثاب عليه، والله سبحانه وتعالى سيبارك له في رزقه. ننتقل للسؤال الرابع. السؤال الرابع يطلب مني هذا السؤال كتابة نص الحديث الشريف الذي هو بعنوان أو حديثنا: المؤمن أمره كله خير، وهو مكتوب الآن أمامكم كما تشاهدون. هيك بنكون أنهينا درسنا حديث المؤمن أمره كله خير. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا في إيصال المعلومة لكم سهلة ميسرة بإذن الله تعالى. نلتقي بكم في درس جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.